الوداديه ديال التضامن هي واحد الوداديه اجتماعيه، لان الاصل ديالها حلا في الاسم لا في الواقع، هو واحد النوع ديال التضامن مع واحد المجموعه ديال 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 المنخرطين اللي فيهم موظفين صغار، فيهم تجار صغار، فيهم عائلات، فيهم ارامل، اللي بالفعل انهم تضامنوا مع بعضياتهم كاملين من اجل اننا ناخذوا واحد البقعه في مدينه الصخيرات لانجاز واحد المشروع سكني، اللي بالفعل كنا تنعتبروا نفوسنا داخل هذه الوداديه من اسرع الوداديات لانجاز واحد المشروع اجتماعي محض، لانه تيضم واحد 137 بقعه اللي بالفعل بقعه اقتصاديه، لان المتراج ديالها ما بين 80 120 متر مربع. بالفعل انه جميع الاطوار تمت بخير وعلى خير. بدينا في 2013 2017، لقاتنا اننا كملنا المشروع بشكل نهائي، ولكن للاسف الشديد اننا تنتفاجئوا في اخر المطاف بعد ما كنا اننا متعاقدين مع المقاول اننا نعطيه واحد 60% على اساس ان 40% في حاله انه كانت السيوله غادي نكملوا ليه الفلوس ديالو، وفي حاله انه ما كانتش السيوله ونجزنا التسليم المؤقت غادي نعطيه واحد 4 الأثلثات اللي بالفعل نخلصوا ليه ما تبقى. ما كانوش الفلوس كاع من بعد ما ناخذوا لا ريسيبسيون ديفينيتيف اننا نقسموا ليه ذاك المبلغ على 4 الأثلثات. هذا هو الاتفاق اللي مشينا فيه، وكنا غاديين بشكل يعني غنقولوا فوق الرائع. للاسف الشديد انه رغم انه بحسن نيه الوداديه انه اتفقت معه على 60%، اعطيناه ما يقارب من 75% من الفلوس. يعني كنا متفقين معه على 60%، اعطيناه 75%. لنتفاجأ انه دار واحد على 25% اللي بقى، دار واحد الحجز على البقع. تفاجئنا في هذه المساله هذه، كان خصنا نعرفوا علاش. مشينا تلقاو حنا دافعين الطلب ديال التسلم المؤقت، باقي ما توخديناهش كاع اصلا في ديك الفتره، تلقاو انه بدلا بالمحافظه بواحد التسلم مؤقت. كان لابد اننا نبحثوا شنو هو، تنتفاجئوا وثيقه غير رسميه، لانه كيف تنعرفوا ان التسلم المؤقت والنهائي ينظمه قانون ديال التعمير، خصوصا ان المشرع وضع واحد 3 أو 4 ديال الفصول اللي تنظم هذه المساله، يعني من الفصل 24 حتى الفصل 25 26 27 هي كلها فصول تنظم عمليه تسلم المؤقت والنهائي للتجزئات. للاسف الشديد ان هذه المساله ما تمش الاحترام ديالها، ما تمش المسائل ديالها، وسبات الوداديه في واحد المجموعه ديال المشاكل، خصوصا كيف قلنا انه الوداديه تضم ارامل، تضم واحد المجموعه ديال الناس كي اللي خدموا الدخلات ديالو وعطاها في هذه الوداديه على اساس انه يكون اليوم راه بنا وسكن. احنا في 2021 كنا تنقولوا اننا الوداديه كملت المسائل ديالها. قال المتضرر الكبير لانه اليوم احنا هذا الدور قلنا اجتماعي، ولكن اليوم ما صبحش يعني نعكس عليه واحد المجموعه ديال السلبيات اللي خلات الناس اليوم انها تتعيش اكراهات خطيره، لانه راه كاين الناس اللي طاقوا، لان وداديه كانت خدامه في واضحه النهار، اليوم الاشغال كلها كملات، بقات وثيقه باش تخلي هذا السيد انه يوصل لبناء الدار ديالو، لانه كاين موظف اللي كان قرب لا روتريت، كاين رجل تعليم اللي خدا لا روتريت ديالو حتى دوك المدخرات ديالو حطهم، كاين موظف مثلا في الصحه، راه هادو واحد 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 الكتله ديال المواطنين اللي هي بالفعل محتاجه للمساعده الاجتماعيه. لا راه اليوم من تنقولوا الطبقه المتوسطه والطبقه الجد يعني صغيره شويه، وهذا راه هما هاد الناس اللي عاد 137 واحد اللي اليوم تتعاني، ومنهم كذلك مغاربه مهاجرين بالخارج اللي كان هدفهم وامنيتهم انهم يوفروا واحد السكن، اليوم ها هما اليوم تيعيشوا مجموعه ديال المشاكل اللي بالفعل اليوم الا ما نصفهمش القضاء راه غادي يبقاو مثلا تزيدوا المشاكل هي اكبر وأكثر. تتمة لما قاله الأخ الذهبي نائب الرئيس بخصوص المشكل الوداديه في التضامن، نحن الآن دخلنا مع السيد المقاول في المراحل القضائية، وكنتمناو أن القضاء ينصفنا، لأن القضاء المغربي الشامخ وداكشي، القضاء المغربي الشامخ، كنتمناو انه يكون ينصفنا وينصف المنخرطين ديالنا، لان عندنا حنايا 147 منخرط، كاين ناس منخرطين من الجاليه المغربيه اللي كيجيو
الا كيجيو في الصيف وداك الشيء، كنتمنى ان القضاء ينصفنا ويحل لنا المشكل باش الناس تاخذ البقع ديالها. والناس كاين الناس اللي باغا تبني، كاين الناس كل واحد كيحط الامل الكبير على هذا المشروع هذا اللي حنا فنينا فيه خمس سنين، وحنا كان نقادوا فيه وكنصايبوا فيه وداك الشيء. جات هذه العطره هذه العطره مع المقاول، كنتمناو من الله كنتمناو من القضاء المغربي انه يكون ينصف هاد الناس ويخرج لينا هذا المشروع للوجود.